مهرجانات لازم يكون حس كويس وكلام كويس. انا ممكن في يوم من الايام اعمل مهرجان، بس هقول ان انا كلام كويس. طالما الشعب بيحب الحاجات دي فلازم برضو الواحد يبقى فيه تطور. لما الناس حابه الموضوع ده يبقى ما نعرفش قدام الناس دي برضو ينقوا كلمه كويسه وما يقولوش كلام وحش. برضه بيخش هنا وبيخش هنا وبيخش هنا، فلازم نلاقي كلمة كويسة ما نقولش بقى. وبعدين نلاقي أصوات كويسة برضه، وربنا في مهرجانات أنا بسمعها فيها لحن جميل قوي، بيعملوا ألحان جميلة.